تشكيلات جاهزة للتفتيش يا سيادة الرئيس. تفضل سيادة رئيس الجمهورية بتوجيه أمره اليومي لكافة أعوان الديوان. بسم الله والحمد لله. السيد المدير العام للديوان، السادة الضباط وضباط الصف، أيها الملأ الكريم، يكاد يختصر تاريخ الديوانة في تونس والمحطات الكبرى التي عرفها التاريخ التونسي الحديث على وجه العموم تاريخ تونس كلها، فقد تعاقبت النصوص وتواترت الحوادث وتعددت المواقف، ولكنها تدل كلها على صراع على الحدود وفي المرافق وفي الأسواق بين التطلع إلى السيادة ثم بعد ذلك تثبيتها ومحاولات الاختراق وأحباطها وأفشالها. فكثيرة هي النصوص التي تعاقبت في تونس في هذا المجال، وكل نص يكفي لوحده
للتعبير عن التوازنات في الداخل والمحاولات للتأثير فيها من الخارج، بل لعل التسمية وحدها كفيلة بأن تثير هذه المسائل وتشير إلى هذا الالتقاء بين الداخل والخارج. فلفظ الديوانة قادم من اللغة الفارسية كما ورد ذلك في مقدمة صاحب كتاب العبر. وجمرك أو كمرك عبارة من أصل تركي انتشرت في البلاد العربية في ظل الخلافة العثمانية. وهكذا التقت الألفاظ والمصطلحات على الحدود قبل أن تعبرها، كما تلتقي السلع في نطاق العبور لتنتقل من ضفة إلى أخرى، ولكن دون أن تدفع مراسيم أو خطايا. وليس من قبيل الصدفة أيها الملأ الكريم أن يكون هذا الاجتماع في هذا اليوم وفي هذا التاريخ. فقبل هذا الحدث المتعلق بعيد ميلاد الديوانة التونسية من سنة 1956 تم وضع بروتوكول الاتفاقية الاقتصادية والمالية الذي أنشأ الاتحاد الجمركي بين تونس وفرنسا يوم 29 ديسمبر 1955، وهو نفس اليوم الذي صدر فيه الأمر العلي المتعلق بتحوير وتدوين التشريع الجمركي، وهو نفس التاريخ أيضا الذي أعلن فيه عن إحداث مجلس قومي تأسيسي لوضع دستور للمملكة التونسية آنذاك. لم يكن من قبيل الصدفة التي لا تعرف لها أسباب أن تجتمع هذه النصوص كلها في نفس العدد من الرائد الرسمي، بل إن اجتماعها هو دليل على هذا الصراع المستمر بأشكال مختلفة بين السيادة الوطنية ومحاولات الحد منها أو اختراقها. كانت تونس في ذلك الوقت تعيش في ظل الاستقلال الداخلي، ولكن تسارعت الأحداث وحصلت تونس على استقلالها، وستبقى مستقلة إن شاء الله أبد الدهر. وبدأت في تلك الفترة تستعد لإعلان الجمهورية. وليس من قبيل الصدفة أيضا أن يعلن في نفس هذا اليوم من سنة 1956 عن تونسة الديوانة التونسية. لم تكن العقود التي مرت سهلة على هذا الهيكل وعلى هذا الإطار وعلى هذا السلك، لم تكن سهلة. فمهمة الحفاظ على الاقتصاد ليست باليسيرة، ولا شك أن الكثيرين منكم يستحضروا العديد من المحطات التي أحبط فيها رجال الديوانة ونساؤها عديد محاولات التهريب، بل هناك من دفع حياته للقيام بالواجب المقدس. وهذه المناسبة اليوم مناسبة للترحم على أرواح الذين قضوا والذين سقطوا شهداء.
وهم في مواجهة كل الخارجين، كل المارقين على القانون، كما أنها مناسبة للتوجه إليكم جميعا بأصدق عبارات الشكر على ما تقومون به من جهود مثنى في الصحارى وفي البحار وفي كل مكان من هذه الأرض الطيبة وفي مياهها أناء الليل وأطراف النهار. أيها الملأ الكريم، لا شك أن تونس اليوم في حاجة إلى تشريعات جديدة، ولن نتردد في المبادرة بها تحميكم وتحمي عائلاتكم وتحمي الوطن وسلامته واقتصاده. وضعت تشريعات كثيرة، بل أصيب التشريع في تونس بتضخم أكبر من التضخم الاقتصادي والمالي. أننا اليوم في حاجة لا إلى نصوص تعد فصولها بالعشرات أو بالمئات أحيانا، بل إلى بنود تحقق أهدافها نابعة من إرادة الشعب، لأن هذه النصوص توضع أحيانا باسمه ولكن لا علاقة لها بالإرادة الحقيقية لصاحب السيادة، هذا إن لم تكن تتعارض معه أحيانا. لا شك اليوم أننا في حاجة إلى ثورة تشريعية جديدة يتحمل فيها كل واحد منا مسؤولياته كاملة، لأن الدول لا يتم التجاسر عليها إلا إذا أصابها الانحلال من الداخل فتضمحل كالذبال في السراج. ولكن أن للمتربصين بما يتربصون، ومثلكم أيها السادة والسيدات، ومثلكم يا جنود تونس ويا سلك الديوانة من ضباط وضباط صف، لا يمكن لأحد إن شاء الله أن يتجاسر عليكم، لأنكم ثابتون صامدون في مواجهة كل الأنواع وفي مواجهة شتى التجاوزات، وسيبقى سراج القانون وسراج الحق منيرا حيثما كنتم في المدن أو في البحار أو في الثغور. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.